لو الحكاية فيها إن فيتو طبيب مقيم ضربات عصبية في مستشفى الصحة التعليم، وبداية من الإضراب ده مش أول إضراب يحصل في الأطباء، لكن هو أول إضراب نقابة جديدة، إضراب جاي بقرار من النقاب إن إحنا هيبقى إضراب جزئي بالإعداد بس، لكن ما يشملش الطوارئ وما يشملش الحياة الحرجة ولا الرعاية. إحنا موجودين في الطوارئ، موجودين بنشوف المريض برضه، بس الإضراب ليه أهداف كتير. أول حاجة إن المستشفيات تتم صحية تحسن، منظم المستشفيات ده ما يرضيش حد، أماكن الإعلام والكاسة القليلة اللي الناس بتجري عليها كل مرة وبنقول نفس الكلام إن مفيش مكان، الأدوية اللي بقى لها سنين موجودة في المستشفى ما بتتعالجش وفقدت قدرتها على العلاج، والمريض مضطر إن ياخدها لأنه معهوش فلوس إنه يشتري العلاج بره، مستوى الأطباء اللي ما يرضيش حد، الطبيب مطالب منه إن هو يتعلم، مطالب منه إن هو يحضر ماجستيرات، مطالب منه إنه يصرف على أسرة، مطالب منه إن هو يعيش حياة كريمة، وفي نفس الوقت مش لاقي غير مرتب هزيل يتكون من 400 و500 جنيه، الكلام ده ما يرضيش أي حد. الظروف دي كلها خلتنا إن إحنا نصر إن يبقى فيه إضراب، وفي نفس الوقت هنحافظ على المريض، بس إحنا عايزين إن المريض هو يبقى معانا ويضغط على الحكومة إنها توفر له الاحتياجات اللازمة ليه وتوفر لنا القدرة إن إحنا نتعلم، لأن الدكتور اللي مش قادر يعيش حياة كريمة أكيد عمره ما يبقى ملاك رحمة وهيقدر يقدم خدمة الناس تليق بيها، عمره ما يقدر يتعامل معاهم كويس وهم حده يعني ما نسمحش إن هو يعيش كويس معانا. شكرا شكرا جزيلا.